المكان بغداد طريق محمد القاسم. الزمان ساعة الوطن قد دقت بصدورهم العارية ووجوه باسمة مغطاة بالكمامات خشية قنابل الحكومة. يواصل المتظاهرون ليلهم بالنهار بعد انتهاء مهلة ثوار تشرين للاستجابة لمطالبهم، فبدأوا تصعيدهم السلمي، فبطل رهان الحكومة على عامل الوقت. يقول لك يجوعون يتعبون يرجعون وغصبا عليهم يرجعون، واحنا قاعدين هنا وهم قاعدين هناك والسلام والاغتيالات على صفحة والتهميش والحملة الشرسة الإعلامية، هاي كلها ممكن أن تضعف المتظاهرين، ولكن المتظاهرين شو يسوون؟ رد على هذا شو يسوي؟ صعد. دخان القنابل وأزيز الرصاص يلجم اللغة عن وصف المشهد. لا شيء سوى شباب عزل يطالبون بحق بسيط، فترد الحكومة بقوة مفرطة بحسب المنظمات الدولية، ويوثق الناشطون بالصوت والصورة، ورغم ذلك تستمر الثورة. نستمر إن شاء الله بالاعتصامات، والقمع موجود وهاي قدامك، وده ينضربون الولد والله المعين. التفاتة المتظاهرين الأخرى كانت للأهالي عموماً وسكان بغداد بشكل خاص، بدعوة لدعم التظاهرات ومساندتها لإنقاذ ما تبقى من العراق. يساندون مع أولادهم وأولاد أبناء شعبهم اللي منتفضين بساحة التحرير وساحة الطيران، اليوم محتاجين دعم العائلة العراقية، الأسرة العراقية، الأمهات، الأبناء، الآباء، كل واحد عراقي غيور أن يدعم هؤلاء الشباب. المتظاهرون أكدوا على سلميتهم وسمو الهدف الذي خرجوا من أجله، لا مصلحة فردية ولا أوامر خارجية، بل دافع وطني صرف. احنا هسه ما نطلب من عندكم بس وقفتكم ويانا، وقفتكم هي تسندكم، تسندنا احنا، واحنا دا نتعب وصلنا اكثر من 90 يوم، احنا هنا عارفين اهالينا ومدارسنا ومضروبين ومعرضين حياتنا للخطر، على مود اني وانتم واولادكم يعيشون بمستقبل زين وبحياة كريمة. هو ذا العراق ينتفض بعد 17 عاما بثورة وضاءة طويلة رفدها الشباب بدمائهم التي أريقت، ليستعاد وطن فقد بعد الاحتلال الأمريكي.